متواصلين في هذا المساء في هذه اللحظات نتابع وإياكم هذا الشوط، الشوط السابع في هذا المساء، مساء اللقاية من يوم الجمعة في هذا المحلي الثالث، أشواط ثمينة تسعيرات هنا مقدمة. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة هذا الشوط، الشوط السابع في مجمل الأشواط الـ15 شوط المسائية. يا السلام بالأشواط الرئيسية، وهنا نتابع المقدمة والصدارة، نتابع تحذير لجابر بن سالم بن جبران البطل، هذا شعار البطل الذي تألق في المحليات الماضية وحقق 3 نقاط في هذا الصباح. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات شواقة علي بن سالم الصعاق، يا السلام في هذه اللحظات يصل الصعاق مندفعا في هذا المساء، راعن صيبة اللي سجل له نقطة في هذا المساء، سالم بن علي الصعاق يستاهل هنا في هذه اللحظات المركز الثالث أو نقطتين له في هذا المساء. هنا نتابع والشوط الرئيسي والتوقيت الأفضل أيضا هنا يستاهل أبو علي، يا السلام. بينما نقلع المركز الثالث نتابع الوصول والقدوم من عالية لحمد بن محمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم من هامة عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من غادة سالم بن صقر بن سالم المريخي على المركز الخامس. أرى شعار أيضا حمد بن جر الله مع هقوة حمد بن جر الله بن علي بن حسين ريدي أهل أم الصلال قادمين بكل قوة. هذا هو الشعار الذي يمثل دولة قطر خير تمثيل في جميع المحافل الخليجية. يا السلام، شهدنا في نجران رمزين متتاليين مع هذا الشعار، هنا يقدم لنا فيها أو 3 رموز في أيضا في المملكة العربية السعودية. يا السلام يا السلام، يا التحدي لكن بنعود إلى بن جبران يقدم لنا في هذه اللحظات هناك في هذا الاندفاع تحذير. يا السلام، يعلن التحذير بن جبران، خطير بن جبران. يا السلام، هنا في هذه اللحظات جابر بن سالم بن جبران المري يقدم لنا هذه البطلة هنا في هذه اللحظات مع تحذير على المركز الأول. المركز الثاني هقوى لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث شواقة العلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على المركز الثالث. المركز الرابع عالية لحمد بن محمد بنت رحيب بن نايفة. المركز الخامس قدوم هنا من غادة سالم بن صقر بن سالم المريخي. نعود إلى المقدمة، إلى تحذير والناموس غالي يا بن جبران، الناموس غالي زائدا الجائزة القيمة والكيلو المتر الأخير، بوابة التحدي. أيضا بن جبران يقول أنا هنا مع تحذير متواجد مع قناة الريان في ميدان التحدي، وأتحدى بتحذير هنا مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني شواقة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، شوفوا اللي قادمه العيد هي هناك أو قادمه شعار بشارف هنا في هذه اللحظات، وقدوم مع العيد هي راشد بن محمد بن سالم بوشاب على المركز الثالث. ولكن هنا الوصول في هذه اللحظات من قادم مع تكرار علي بن راشد بن شير المري. المركز الخامس نتابع هناك اللي قادمه في هذه اللحظات والاندفاع مع جبارة جابر بن محمد الحنزاب. ولكن نعود الى راعي شواقة اللي مشتاقه للناموس، وبن شير خطير قادم مع تكرار الله شواقة تكرار الله. يا بن شير هنا يقدم لنا علي بن راشد بن عبد الهادي بن شير. تهانينا لعبد الهادي بن شير ولجابر بن شير، تهانينا على هذا الناموس المستحق يا علي، تهانينا لراعي تكرار تهانينا والناموس على هذا الفوز. وساعة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني شواقة
لعلي بن متعب الصعاق، علي بن سالم المركز الثالث، وصلت هناك اللي هي تحذير لجابر بن سالم من جبران المركز الرابع، المركز الرابع وصلت رعود علي بن عبد الله البطين المركز الخامس، المركز الخامس وصلت جبارة جابر بن محمد بن جابر الحنزاب. الله يا هذا الشوط، الله يا تكرار، ما شاء الله عليها وعلى أدائها المتميز، مرت مرور الكرام وانتصرت في هذا الشوط وحققت الناموس، تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار. نشاهدها اللي انتزعت الفوز وانتزعت الناموس، تهانينا على هذا الفوز. التوقيت 6 دقائق و1 ثانية و98 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن شير، تهانينا له على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت شواقة، توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني 56 جزء من الثانية، تهانينا لعلي بن سالم بن متعب الصعاق على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنا 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لراعي هقوة هنا، أو تحذير لجابر بن سالم بن جبران المري، تهانينا والناموس للجميع.